الجوائز والمجهود والتميز عايز شخصيات تبذل مجهود وعندها تميز وعندها إحساس إن هي عايز تعمل حاجة مختلفة. لو رحنا للصحافة ورجعنا كده بالزمن لما بدأت أخبار اليوم، ورجعنا للكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين وأخيه علي أمين لما بدأوا الحقيقة هما الاتنين الأخبار، وكانت الحقيقة وقتها حدث، وكان ده عن خبرة. يعني مصطفى أمين اللي اتعلم في الجامعة ودرس في أمريكا ورجع مصر درس في الجامعة الأمريكية وبدأ يشتغل في الصحافة، فكان عنده من العلم الكتير اللي بالتالي نقل أيضا الصحافة وقتها نقلات كتيرة وكبيرة ومتنوعة. وأصبح الاسم مصطفى وعلي أمين للصحافة هو اسم التميز، إنه أي حد ياخد الجايزة يبقى الحقيقة شرف كبير ليه، زي ما نقول في الأدب جائزة نجيب محفوظ، زي ما نقول جوائز بأسماء المتميزين بتفضل كمان شرف. جوائز مصطفى وعلي أمين للصحافة اللي بدأت زي ما أنتم عارفين التقليد بيها كان سنة 76، وهي من أهم الجوائز الصحفية على الإطلاق. يعني أي صحفي يحب جدا أنه ياخد الجائزة دي عن مقالات، عن كتب، عن أي شيء في الصحافة بيقدمها، عن تحقيقات، أيا كانت الجائزة. الجائزة ليها كمان يعني الحقيقة استمرار للعمل العظيم اللي بناه يعني مصطفى وعلي أمين منذ تأسيس أخبار اليوم، وده كان سنة 1944. شوفوا قد إيه الصحافة عندنا بقالها باع يعني طويل، وقد إيه كان في مجهود طول الوقت، كان في البحث عن المواهب الصحفية وتشجيعها ودفعها علشان يكونوا نجوم ساطعة، لأنه العمل الصحفي ده عمل مهم. يعني صحيح أن الدنيا شوية اتغيرت ولما دخلت السوشيال ميديا، لكن يظل الصحفي الماهر الناشط يقدر يعني يقتنس الخبر ويصيغه بطريقة ويقدر يقدمه لك بطريقة أولا يكون فيها فايدة ويكون فيها تميز. خلينا ناخد الأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم عن هذه الاحتفالية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كلمنا عن هذه الاحتفالية وتوزيع الجوائز. الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة الجميله اللي حضرتك اتكلمتي فيها عن الجائزه، اسم الكاتبين الصحفيين الراحلين العظيمين مصطفى وعلي امين الحقيقه مرتبط بالجائزه ديت، وارتبط بحاجات كتيره مهمه في حياتنا زي عيد الام وزي عيد الحب. طبعا كان لهم تاثير كبير الحقيقه من خلال حتى مجالات العمل الاجتماعي، من خلال المؤسسات الخيريه اللي بتساعد. تم تاسيس مجلس أمناء لجائزة مصطفى وعلي أمين، واستمرت سنين طويلة لظروف طبعا جائحة كورونا واستمرت سنتين. كنا الحقيقة فعلا بنقر الجائزة، لكن كنا ما بنعملش الاحتفالية حرصا على الزملاء، وكنا بنبعت لهم الجوائز، لكن السنة دي كان في إصرار إن احنا إن شاء الله بإذن الله نقيم الحفل يوم الأحد القادم بإذن الله إن شاء الله. وأعتقد ده كمان يعني لما بتعود هذه الجوائز ويبقى الصحفي كمان حاسس إن هو يعني عنده قلادة كده يعني صحفية باسم مصطفى وعلي أمين، بتدي برضو حافز للباقي. يعني بتدي حافز للباقي إنه يبقى فيه بذل المجهود، يبقى فيه تميز، لأنه طبعا كمان الصحافة طبعا النهاردة اختلفت، الدنيا بقت أصعب والمنافسة أصعب، فالتميز كمان هيبقى أصعب. عشان كده يا فندم كمان برضو احنا استحدثنا بعض الجوائز خاصة بالمالتي ميديا. تمام. يعني علشان نساير العصر، يعني احنا كان في 371 عمل صحفي متميز الحقيقة قدموا في جائزة العام 2021 اللي هيتم توزيعها يوم الأحد الجاي. تم تشكيل لجان يعني متخصصة في كل مجالات العمل الصحفي. تولت الأمر بحيادية كاملة. عشان كده لما كده هتشوفي حضرتك هتلاقي ان الفايزين من مؤسسات صحفيه قوميه وخاصه ومن مختلف الصحف والمواقع. بالاضافه كمان ان كان في جائزه مخصصه للشباب الصحفيين. احب برضو في البدايه اقول لحضرتك ان تم منح جائزه الانتماء للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد بركات رئيس مجلس اداره مؤسسه الاخبار اليوم الاسبق. طيب تمام. شيخ الصحفيين الأستاذنا محمد العزبي حصل على جائزة شخصية العام الصحفية، والأستاذ جميل مطر أخذ جائزة أفضل كاتب مقال.
تمام. ولان اخبار اليوم الحقيقه ما بتنساش ابنائها. احنا في بدايه العام الحالي الحقيقه فقدنا 3 من رموز واعمده مؤسسه اخبار اليوم. اساتذتنا الاستاذ جلال دويدار والاستاذ ياسر رزق والاستاذ عبد القادر محمد علي. صحيح. ففي تكريم لاسماء العظام رحمه الله عليهم جميعا يعني. رحمه الله عليهم. فهيكون في تكريم لهذه الاسماء كلها والمشوارها. بالظبط بالظبط يا فندم. خلاص يعني اعتقد انه مع الاحتفاليه يوم الاحد هيكون في عدد الحقيقه مميز يعني للقارئ العادي يتعرف فيه على كل الجوائز ويتعرف فيه على المميزين في مجال الصحافه. ان شاء الله. وبعدين حضرتك ذكرتي ان اخبار اليوم بدات سنه 1944. تمام. احنا يوم الاربع اللي جاي هيكون نحتفل بمرور 70 سنه على جريده الاخبار. كانت سنة 1972. 70 سنة دي ده يعني مرحلة كبيرة جدا يعني. بالظبط بالظبط. يعني مر عليها حاجات كتير قوي يعني أحداث في العالم وفي مصر وحاجات كتير قوي يعني. بالظبط. وشهدت أحداث كتيرة. حقيقي. وأثرت في أحداث كتيرة. أكيد أكيد. يعني أنا بشكركم وبتمنى دايما التوفيق وتظل أخبار اليوم يعني هي منبر قوي من المقال للخبر للتحقيق، دايما بتقدم يعني كل ما هو جديد وصادق ومنير للعقول وللقراء. بشكرك جدا الأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. بشكرك شكرا جزيلا.